كما عاودت مقاتلات العدوان السعودي استهداف محافظة مارب بأكثر من غارة في ظل استمرار المواجهة بين الجيش واللجان من جهة ومرتزقة العدوان من ميليشيات القاعدة والإصلاح من جهة أخرى. وأفادت مصادر محلية أن الغارات استهدفت منطقة طلعة الحمراء في المحافظة بعد تحريرها من عناصر القاعدة في وقت سابق من الجيش واللجان الشعبية.